وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، تنضم إلينا هاتفيا من العاصمة البلجيكية بروكسل موفدة التلفزيون المصري ليلى عمر. ليلى أهلا بك، إذا ضعينا في المستجدات لديك في بروكسل. نعم، انتهت فعاليات اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي السادسة والتي تستضيفها العاصمة البلجيكية عقب الجلسة الافتتاحية التي تابعناها على مدار ساعة تقريبا، والتي تحدث فيها رؤساء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي وأيضا المفوضية الأوروبية، بالإضافة كما ذكرت رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفته رئيسا للاتحاد. كانت هناك جلسة مغلقة بعد ذلك تتناول موضوع التغير المناخي، وكانت هذه الجلسات بالنسبة لهذا اليوم. أما في الغد فهناك جلستان، جلسة خاصة بالتحول الرقمي وجلسة أخرى مغلقة تناقش باقي الموضوعات المطروحة على هذه القمة الهامة التي تمثل محاولة لتحقيق الشراكة بين القارتين الأوروبية والأفريقية في ضوء شعار رفعته قمة هذا العام، أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى عام 2030. حالة استنفار أمني كانت في محيط مقر انعقاد هذه القمة نظرا لتواجد عدد كبير من رؤساء الدول ومستوى تمثيل لرؤساء الوزراء وأيضا وزراء الخارجية، وهناك إجراءات أمنية وجدناها هي مستمرة في الغد مع بدء فعاليات الجلسة الأولى في العاشرة صباحا. كما تابعنا هذه القمة عكست الرؤية الإفريقية لأهم التحديات التي تجابه القارة، ورغبة أفريقيا في تحقيق نوع من أنواع الشراكة ليس مجرد تلقي الدعم من دول القارة الأوروبية، لكن التوافق والمساعدة والمشاركة في الموضوعات المختلفة مع عدم الشعور بالإقصاء من قبل بعض الدول. تابعنا أيضا رؤية اتضحت من خلال رؤساء الاتحاد الأوروبي أو رئيس الاتحاد الأوروبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية وأيضا رئيس المجلس الأوروبي، تحدثوا عن نقاط من خلالها سيعملون على مساعدة القارة الإفريقية من خلال توفير اللقاحات، خاصة أن أوروبا هي أهم جهة منتجة ومانحة للقاحات الخاصة بفيروس كورونا، موضوعات التعليم والتدريب المهني والتعليم العالي، ووضع حد لشبكات المهربين للمهاجرين، ووضع سياسات للعودة للوطن. هناك خطة متعلقة بتنمية البنية التحتية في دول القارة الإفريقية، والنفاذ للتكنولوجيا والتركيز على مصادر الطاقة المختلفة. أيضا تحدث معظم المشاركين في القمة في مداخلات الافتتاح عن هذه المبادرة التي تتم بين دول القارة الإفريقية والقارة الأوروبية لدعم التطور في هذه القارة التي تعاني من الكثير من المشكلات. إذن أمال وطموحات حملها القادة الأفارقة إلى هذه القمة ورغبة في شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي، سننتظر أن تظهر النتائج لها في المؤتمر الصحفي في الغد الذي سيستعرض أهم المبادرات المتوقعة من هذه القمة وأهم الحزم التمويلية التي تحدث عنها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلة التلفزيون المصري ليلى عمر، كنت معنا من بروكسل.